عليكم اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد العصير منعش اللي كله معالجات وفيه خضر وفواكه. بالنسبه لهذا العصير هذا غادي نحتاجوا له واحد اللتر ديال التشين اللي انا عصرته، التشين طري هذا يعني عصرته طري. بغيتو ديرو ديال العلبه ديال الكرتون ماشي مشكل، كلشي بحال بحال. عندي جوج دانونه ديال ياغورت ديال الخوخ، وعندي كذلك خيزو جوج. هنا عندي خديت ثلاثه ديال الخيزويات كبار واللي نقيتهم ودرتهم تسلقوا في الماء، هما دول الماء ديالهم مازال فيهم، غادي نخليه معاهم باش يتطحن. وعندي هنا الخوخ واحد 8 ديال الخوخات صغيرين، اللي كانوا عندكم اربعه كبار كافيين ويكونوا طايبين مزيان. انا عندي هنا مازال ما طايبش بزاف، ولكن ديروه بالقشيره ديالو التي كيكون حتى هو منفع هذاك القشره. كذلك عندي السكر سنيده على حسب الذوق، وعندي البنان جوج بنانات، وعندي كذلك واحد جوج تفاحات، هما هادو جوج تفاحات. كيف ما كانت التفاح عندكم صفر حمر خضر اي حاجه اللي متوفره عندكم في البيت. اول حاجه غادي ناخذو كناخذو هاد العصير كنخويوه في هنا، ما بغيتش نزيد بزاف باش يتطحن ليا هاد العناصر كلها. غادي نضيف كذلك هاد الماء مع داك الخيزو ديالو، غادي نضيف كذلك هاد الخوخ. اللي كان عندكم الخوخ ولا الشهديه كلشي بحال بحال، يعني هادو هما اللي شي شويه قابطين راسهم صبقهم هما الاولى في الطحين، وغادي نطحنهم مزيان. من بعد عاود نضيف عليهم التفاح، حيت التفاح عندي طايب مزيان حتى هو. غنطحنهم دابا ونرجع لكم. صافي ها نتوما شفتو كي كيتطحن، تيتطحن لي ملس مزيان. واللي ما بغاتش داك الفريتيات الصغيورين ديال الخوخ كيمكن لها تصفيه، داكشي اختياري ليكم، بغيتو تصفيوه تصفيوه، بغيتو تخليوه تخليوه. انا هنا هاني درتو يتصفى، يعني حتى طلق داكشي الجهد ديالو، يعني غادي يبقى لنا غير الغليظ، نبقى مستمره في هاد التصفيه. صافي هذا هو داك التفل ديالو ولا التخت ديالو اللي شاطنا ليه، صافي ما عندنا ما نديرو به. دابا داك العصير ها هو دا خويته هنايا، ها نتوما كيف شفتوه مازال خاطر. دابا غادي نزيد نضيف عليه داك العصير اللي بقى، وغادي نضيف كذلك التفاح كامل، وغادي نضيف عليه كذلك البنان. ولا جاكم ثقيل كيمكن لكم تزيدوا الماء بارد، يعني داكشي كي كنقول لكم انا غير كنوصل كيفاش تتعاملوا مع العصير ولا كيفاش ديروا تصوبوه. ولكن نتوما لا بغيتوا تزيدوه تخففوه بالماء خفوه، حتى انا غادي نخفو كذلك بالماء، لان ما يمكنش نخليها هكا ثقيل قاصح بحال الفلون باش يعطيني واحد الكميه كبيره. غنطحنوا دابا ونرجع لكم. صافي هنا بعد ما طحنتو غادي نزيد انا الكميه اللي بغيت انا ديال السكر، وحتى نتوما كذلك. من بعد غادي نزيد عليه ديك الحك ديال الدانون ولا دوك الجوج ديال ياغورت ديال الخوخ. انا نوريكم كيفاش كيجي في الثقل ديالو، اللي بغى يخليه هكذا يخليه، ها نتوما كيفاش كتشوفوا ها كيجي هائل. هاد ياغورت حنا كنديروه باش يرطب لينا داك الشربه اللي كنكونو كنشربوها، هكذا كتكون هابطه رطبه. دابا غادي نولي نطحن هادشي ونرجع لكم. دابا هنايا ها هو دا نقص من العصير. دابا غادي نزيد ديك دانون اللي كيكونوا مقطعين فيه فريستات ديال المشمش، وغادي نطحنو. صافي هنايا سالينا العصير ديالنا، هانتوما شفتوه كي كيجي. من بعد ما غادي يبرد لكم خلاص ما نقول لكمش كيفاش غادي يجي. هذا ان شاء الله غادي تشربوه بالهناء تانتوما وبالصحه والسلامه مع وليداتكم، يجي غزال هائل. صافي كنكونوا هكا نهايه هذا العصير هذا، اللي ان شاء الله تنتوما تجربوه وغادي يعجبكم.
صافي. بالنسبه للعصير هذا ما درتلوش كي قلتو ياغورت ديال المشمش، هذا اللي ناتشور غير بالبنان والتفاح والخوخ، وهذا اللي مطحون فيه يعني الياغورت. كل هذا كيتفتح بدانون وهذا كيبقى في اللون ديالو. هكذا كنكونو كنحصلوا على هذا العصير المنعش اللي ان شاء الله غادي تجربوه. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صافي بالنسبه للعصير هذا ما درتلوش كي قلتو ياغورت ديال المشمش، هذا اللي ناتشور غير بالبنان والتفاح والخوخ، وهذا اللي مطحون فيه يعني الياغورت. كل هذا كيتفتح بدانون وهذا كيبقى في اللون ديالو. هكذا كنكونو كنحصلوا على هذا العصير المنعش اللي ان شاء الله غادي تجربوه. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.